بهدف تقييم أنشطة المنظمة الأممية اليونيسيف في المناطق الجنوبية من البلاد، قامت بعثة من منظمة اليونيسيف برفقة عدد من الصحفيين الذين يمثلون الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بجولة تفقدية لإقليم مندول، تحديدا مقاطعة بحر سارا، لمعرفة أنشطة اليونيسيف حول العملية التعليمية لا سيما تعليم الفتيات. تقرير محمد حسن أدم. في إطار الشراكة القائمة بين البلاد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مجال التربية والتعليم لا سيما تعليم الفتيات، جاءت زيارة وفد من منظمة اليونيسيف ومنظمة وور فيزيون إلى جانب ممثلة شبكة البرلمانيين للسكان والتنمية والصحفيين إلى إقليم مندول، وذلك بهدف تقييم أنشطة اليونيسيف بمركزي إداري بيكورو ديمبو بمقاطعة بحر سارا. مدير ابتدائية بيكورو على رسام ناويتا أشاد ببادرة منظمة اليونيسيف وشركائها في التنمية في تعزيز التعليم لا سيما تعليم الفتيات، فضلا إلى توفير الأدوات المدرسية والرياضية مما ساعد في ارتفاع عدد الفتيات في الفصول الدراسية. كما عقدت البعثة لقاء عمل مع ممثلي أولياء الأمور والجمعيات النسائية والشبابية بالقرى والأرياف التابعة لمركز إداري بيكورو لتقييم أنشطة الحملة التوعوية التي أطلقتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية وور فيزيون حول أهمية تعليم البنات، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تشجيع أولياء الأمور لتسجيل الفتيات بالمدارس في العام الدراسي 2017 و2018. هذا وكما تفقدت البعثة ابتدائية مركز إداري ديمبو لمعرفة سير العملية التربوية وتقييم أنشطة الحملة التوأوية بتلك المنطقة والتي وصفت بالإيجابية والناجحة. كما شملت الزيارة أيضا المركز الصحي بديمبو لتفقد البرنامج الخاص بالرعاية الصحية لا سيما صحة الأمومة وسوء التغذية، حيث أكد مسؤول المركز الصحي تاديغي إيمانويل بأن اليونيسيف قد قدمت العديد من المساعدات للمراكز الصحية لتعزيز العمل الصحي بالقرى والمناطق النائية، ونشير إلى أن مثل هذه المساعدات تسهم كثيرا في تحقيق الرفاهية للأسر التشادية على مستوى الريف والمدن الحضرية. قدم أعضاء الصليب الأحمر التشادي بيانا صحفيا يوم أمس عبروا فيه عن استيائهم من بعض التصرفات التي لا تتماشى مع أهداف الصليب الأحمر. أنين الرؤساء أنا 23 أقاليم أنا قرار التشاد لمن يوم 12 شهر وايت 2018 ندينو الشيء اللي هسه هالي جاي يقع ويتلف وجه أنا قرار شان التشاد، وثانيا ندينو ديبلاسما يعني الكيف حولنا اهداف انا قراروج ديتا تكس انا قراروج ديتا كل خلينا مرقنا برا ده كل دم نوصلو جوستيس ده كل ندينو. اخيرا قلنا نطلب من الاداره انا قراروج ديتا في جنيقا صبور مشكله الحصه قاعد في جوستيس ده يسيبر يكمل تك قبل قبل ما يكونفوكي اسامبلي جنرال اخر، ولا اخواننا العشره قلنا خليه يفكروا يرجو في الأسرة أنا الكراروش ونطبق سوا لواي أنا كراروش تكس أنا كراروش، ولي الجسيس أنا تشاد قلنا خلي يبتع شريع رسميا. وبما يخص الناس البيتيت قاي جوجو بشان الكراروش يقدر يندس في ودي ما مطلوب ده، نقول لهم خلي يخلو كراروش دي خادم وخلي يخلو في أهداف حقا ما يمرقوا برا بشان يساعد الشعب أنا تشاد كله. قدم رئيس تحالف تشادي من أجل السلام والتنمية في تشاد محمد المهدي حديثا صحفيا لوسائل الإعلام حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. ألم شريتي أنا في أنا تشاد يخص لأي مواطن وتشاديين كي اليوم كي بس يعني شريتي ما فرابي هنا ما في أنينا يعني لنا سلاسة غارين il proposait le reste à Jamhuria qu'il y a un abattement salaire. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que le chap, il y a un peu de temps.
ألم هرقة جاي سودا ما في انتري أنا أنينا شباب ما في انتري أنا حكومة ما في انتري أنا دولة فريما الحياة قانية ما وقت وما وقت ليكتو سالير أنا أمال أنا حكومة ما أدل دون أنينا لي بريزيدان أول كل هوبز يعني شغل كان بيجر إلا هوبز كان ما ويجف أطور ما يطور يعني حال الماء باللغي أنا دورنا président de la République ينادي لنا سنة syndicat. زرا ينادي في أوتابل بالقمام حلال. نظمت صباح اليوم حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية حفل تقديم الجائزة الكبرى للطالب المتفوق في مسابقة مدح بردة البصيري في مدح الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وسط حضور كبير من المدعوين. تقرير عز الدين الأمين مصر. وسط حشد كبير من طلاب الحلقة وأسرهم إلى جانب عدد من العلماء وحفظة كتاب الله وشخصيات أخرى وازنة، نظمت حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية الحفل الخاص بتقديم جائزة للطالب المتفوق في مسابقة ديوان بردة البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمن برنامج الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم فقرات من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة للحفل، وعقب ذلك عرض فيلم وثائقي لخص تاريخ الحلقة وأهدافها وأهم البرامج التي قامت بها منذ تأسيسها في سبتمبر من العام 94 و900 ألف، حيث خرجت الحلقة عددا كبيرا من حفظة كتاب الله والدعاة. وعقب ذلك قدم المرشد العام للحلقة ومؤسسها فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان كلمة أبرز فيها أهمية الجائزة وما تمثله من حافز لطلاب الحلقة، وقال إنها بلا شك تبعث كوامن الموهبة لدى الطلاب وتبرز إبداعاتهم، كما أن للجائزة دور كبير في تحفيز باقي الطلاب لكي يحذو حذو المتفوق. وبعد ذلك تداخل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان الذي قال إن هذه الجائزة تعد دافعا قويا وحافذا مستمرا للتفوق والنبوغ بين الطلاب والطالبات، إذ تعمل على تعزيز روح المنافسة الشريفة لديهم. هذا وقد اختتم الحفل بمنح الطالب المتفوق محمد عبد القادر عبد الله جائزة قوامها دراجة نارية وظرف مالي. شهد ملعب إدريس محمد أويا مباراة ودية بين منتخب كرة الطائرة وفريق الناشئين، حيث انتهت المباراة بفوز فريق الشباب ب15 نقطة مقابل 12 نقطة. تقرير عباس عبد بكر مصطفى. المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني للناشئين ونظيره المنتخب الوطني للشباب بمناسبة انطلاقة الموسم الرياضي لرابطة مدينة أنجمينا لكرة الطائرة، حيث لعب الفريقان مباراة ذات مستوى سيء، وذلك نسبة لعدم ممارسة التمارين الرياضية للمنتخب منذ عودتهم من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لتصفيات كأس العالم التي عقدت بجمهورية مصر العربية، مما يدعو إلى تكثيف التدريبات قبل بداية دوري كرة الطائرة لهذا العام. وبعد المنافسة سجل كلا الفريقان نقاط في الملعبين، وخلصت المباراة بنتيجة 15 نقطة مقابل 12 نقطة لصالح الشباب في خلال 3 أشواط. ومن المنتظر بأن رسالة كابتن المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدفع محبي كرة الطائرة إلى المساهمة وتقديم يد العون لتطوير كرة الطائرة. إذن بهذا التقرير الرياضي نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الشادية من أنجمنا. تلقاكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.